اقرأوا فرن فإنه يأتي يوم القيامة شافيا لأصحابه بجلها oleh kamu. Kata Rasulullah, Al-Quran, sungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi kamu sendiri. Ya? Beli lagi, Mi. Ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'amalu saliha inni bima ta'amaluna alim وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِ فَرِحُونَ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ أيحسبون أنما يمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون.